وبشأن الصراع السياسي في العراق والحديث عن الكتل المتصارعة وحل البرلمان مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. الله يسعد مساك دكتور. في الحقيقة هناك مصادر كما تعلم تحدثت عن أن مقتدى الصدر يؤيد حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة، كيف يمكن قراءة هذا التحول من الصدر؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه هي تندرج ضمن يعني استخدام الأوراق المتاحة للطرفين والضغط عليهما ل يعني أما التنازل لهذا الطرف أو ذاك، أو الحقيقة الرضوخ يعني بالنتيجة لإرادة ما يسمى الكتلة الأكبر أو تشكيل حكومة الأغلبية. وهذه عملية الحقيقة باءت بالفشل منذ البداية، يعني الآن تقريبا اقتربنا إلى الشهر الثامن على إجراء الانتخابات دون جدوى، وهذه طبعا أيضا تندرج ضمن توقعات الشارع العراقي من أنه هذا الطريق المسدود لتشكيل الحكومة سيفضي إلى شيء آخر ليس بإرادة هذا الطرف أو ذاك، شيء اللي اختار الشعب العراقي، لأنه الانتخابات أصلا أجريت بدون تدخل أو إرادة الشعب العراقي. أكثر من 85% من الشعب العراقي قاطع الانتخاب، بل رفض العملية السياسية برمتها. لذلك أنا أعتقد الآن هذا الانسداد سيفضي إلى نهاية هذه الطومة الفاسدة والعملية السياسية البائسة، وينتقل على الشعب العراقي نعم. فعلا أن يختار الطريق الآخر. هل ترى دكتور أن توقف الحوارات بين الكتل السياسية كان سيناريو للذهاب لانتخابات مبكرة لاحقا؟ هذا هو اللي أنا أعتقد مرسوم أيضا وممكن أن يفرض على الشعب العراقي من الخارج، يعني احتمالات الصراع الإقليمي والدولي ترك آثار، ترك بظلاله على المشهد العراقي بشكل واضح، بحيث أنه تم صيرورة هذه العملية إلى هذا المستوى من الانسداد، ثم يأتون إلى أما تشكيل حكومة إنقاذ وطني مثل ما يروج الآن بالشارع من طرف الإطار، أو حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة ثانية، وبالنتيجة أيضا سوف لن تفضي إلى شيء، لأن الانتخابات ستكون نسخة من الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر من السنة الماضية. وأنا أعتقد العمل حتى ولو تم بهذا الاتجاه، المجتمع الدولي أدرك أنه هذه العملية السياسية بائسة فاشلة، لا ينتظر الشعب العراقي أي جدوى منها، والشعب العراقي أيضا سيقول كلمته في نهاية المطاف. لذلك الانتخابات المبكرة حتى ولو طرف من الأطراف أرادها، لكنه الصعوبات كبيرة جدا، منها الرفض الشعبي. أنا أعتقد ما راح يكون هالمرة هذه يعني بدرجة اللي تنتظرها هذه الطبقة السياسية، سيكون أشد وأقسى، والرفض بدأ الآن من اليوم بإضرابات المحاضرين نعم. والطلاب نعم. وغيره نعم. لكن بعض المراقبين يقولون بأن شروط التعجيزية من الإطار هي التي دفعت إلى هذا السيناريو المحتمل، سيناريو حل مجلس النواب. الحقيقة هم الطرفين، أنا مثل ما قلت الطرفين ده يستخدم كثير من أوراق اللعبة، هناك دولة عميقة وهناك ما يسمون الأغلبية، يعني تحالف إنقاذ وطن، والتيار الصدري أيضا عنده أوراق لعب واضحة بالشارع، ولو هو يستبعد أن فعلا تحول إلى الشارع، لكن هو باعتبار يشكل الأغلبية وعنده ضغوط كثيرة، منها حتى سرايا السلام والتسليح والتهديد بحرب ميليشياوية واقتتال شيعي شيعي، هذا طبعا أيضا بمحاذير كبيرة. الشارع العراقي يعني ينتظر إلى أين سيصلون هؤلاء. أنا أعتقد الضغوطات على كلا الطرفين ستستمر، لكن الهدف الأساسي تشكيل الحكومة مثل ما توقعنا منذ وقت مبكر لن تتم لا بالأغلبية ولا بالتوافق، يعني هذه واضحة، لأنه عوامل داخلية تمنع وعوامل خارجية إقليمية ودولية أيضا تمنع. إيران لحد الآن ما وصلت إلى اتفاق
حول الملف النووي في ومفاوضات فيينا. ولذلك للأسف الشديد نقول الساحة العراقية نعم. ستكون أيضا عامل ضغط بين الطرفين. لكن نعم. دكتور، ما الذي يضمن عدم تكرار نفس السيناريو فيما لو حل البرلمان وذهبت الأطراف إلى انتخابات مبكرة؟ هل هناك ضمانات لعدم تكرار ما يجري اليوم؟ لا، بالتأكيد لا توجد ضمانات، بالعكس هناك مخاطرة، مخاطرة أكبر من مخاطرة الانتخابات الماضية وحتى أكبر من الانتخابات بال 2018 في آيار، لأنه أيضا كانت هناك محاذير من أنه يعني الانتخابات لم تكن جاهزة ولم تكن الظروف ملائمة، البيئة الانتخابية لم تكن، ليس الانتخابات الماضية في 2021 في شهر العاشر، وإنما ما سبقها أيضا قبل أربع سنوات كان هناك توتر، تأزم، هناك يعني استقطاب بين الطرفين نحو الاستئثار بالسلطة، وهناك عزلة. أهم شيء الآن في كل هذا اللي يدور هو أنه النظام أصبح معزولا عن إرادة الشعب العراقي، لا توجد ثقة بهذا النظام، لذلك النظام معزول بهذا الشكل، نظام بائس، فاشل، فاسد. حتى الآن أصبح الاعتراف به يعني أو التعامل مع دوليا أصبح الآن أيضا ضيق الأفق. لذلك هكذا نظام آيل للسقوط، لا يمكن التوقع من إجراء انتخابات تنحصر في كتلة والمنافسة هي لا يتغير شيء، يعني يأتون بمناصب توزع على وجوه ممكن تكون جديدة، لكنه قيادة هذه الكتل وزع عمات واللوبي اللي موجود مثل ما نسميه او مثل ما يقال انه مافيات الفساد اللي موجوده والميليشيات هي المسيطره على المشهد برمته، اما اللاعبين نعم. فلا دور لهم اساسي الان على في مجلس النواب. نعم. نعم. في ظل هذه المعطيات التي تفضلتم بها دكتور، ما الاثر الذي ستتركه هذه بين قوسين كما يصف المراقبون المراهقه السياسيه على الوضع في العراق اقتصاديا وأمنيا وحتى على صورة العراق ووضعه السياسي في العالم؟ الحقيقة الوضع والصورة والاحتمالات يعني أنا لا أذهب إلى التشاؤم، لكن أقول أصعب ما نتخيل أنه تتحول الساحة العراقية إلى ساحة نزاع مسلح، ومن ثم إذا أيضا تصفية حسابات وأيضا تحويلها يعني لا سامح الله أن تكون نسخة مكررة من أوكرانيا، يعني الصراع بين الناتو وروسيا هنا يتحول لصراع بين الغرب والشرق في الساحة العراقية، تدخل أطراف إقليمية مثل إيران وغيرها وميليشيات الولائية والسلاح موجود والقواعد العسكرية موجودة. هذا هو اللي نحذر منه، لأنه سوف يكون الضحية الأول والأخير هو شعبنا العراقي، مثل ما هي الآن الضحية هي الشعب الأوكراني. لذلك إحنا يعني ندعو إلى أنه تجنيب شعبنا، تجنيب بلدنا مزلق خطير جدا الآن الحقيقة، يعني أن يكون بردا وسلاما على هذا البلد، أن يتجنب العقلاء فعلا ويضغطون باتجاه أن شعبنا يعني ينأى عن أي صراع إقليمي ودولي، ومن ثم نخرج من هذه المأساة اللي مرينا بها خلال 20 سنة من نظام فاسد جاء من الخارج، أن ننتهي إلى حلول موجودة يختارها الشعب العراقي، كأن تكون حكومة إنقاذ وطني تأتي من ليس من رحم الطبقة السياسية الفاسدة بل لكن من صلب الشعب كيف العراقي. كيف يمكن أن يحصل ذلك دكتور؟ كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ الضغط الآن عزيزي، الوضع الحالي يعني إذا غابت الشرعية الدستورية، الدستور الآن عطل، ولو يعني مجلس النواب يجتمع لكنه الآن كل اللي يجري خارج الدستور والقوانين، حتى الحكومة هذه حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن تناقش خطط كثيرة وتفرض وصايا على الشعب العراقي بهذه الطريقة. الشعب العراقي الآن أدرك أنه الشرعية الدستورية انتهت لهذه الطبقة السياسية ولمجلس النواب وللحكومة، لذلك تحل محلها الشرعية الشعبية، الشرعية الثورية. احنا نعرف اكو ثورة تشرين قدمت 800 شهيد، لذلك وقدمت عشرات الالاف من الضحايا والمعاقين يعني المشردين الان، لذلك الشعب العراقي من حقه ان يختار ممثليه ان يشكلون حكومة انتقالية لفترة معينة، ثم ناتي الى
الاستحقاقات الاخرى، يعطل الدستور، يجب ان الدستور يجمد الان، العمل بالدستور، تحل هذه الميليشيات، تحل الاحزاب، ثم ناتي الى حاله طوارئ، يجب ان تعلن حاله الطوارئ، لانه الاقتتال يعني قاب قوسين او ادنى. نعم. ان ياتي اقتتال ميليشياوي، ثم تدخل عوامل اقليميه ودوليه، ويكون مثل ما قلت يعني الفقره السابقه، انه يكون شعبنا هو الضحيه، وهذا ما يتجنبه. يعني شرفاء القوم الان وحكماء القوم يجب ان يبتون برايهم، يجب ان يحسمون الامر من عسكريين شرفاء ومدنيين تكنوقراط، ان يشكلون حكومه انقاذ وطني لإنقاذ البلد، لأنه هذه الطبقة السياسية أثبتت أنه فعلا في دور المراهقة السياسية، وغير قابلة، غير قابلة لأن قادرة على حل الإشكالات اللي مر بها الشعب العراقي خلال أكثر من 20 سنة، يعني حتى ما سبقت الفترة، فترة من مؤتمر لندن لغاية الآن. هذا هو الحل، الحل حكومة إنقاذ وطني. نعم. أن تحكم لفترة معينة، فترة انتقالية، ثم نأتي. نعم. إلى استحقاقات انتخابية وغيرها، تكون التحضيرات جيدة ومشاركة الشعب. نعم. العراقي. نتمنى أن يصل هذا الصوت دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي من العراق، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.